بشرى سارة وبثورة حقيقية في مواجهة الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة. البشرى السارة مزدوجة في الخبر الأول. هيئة الدواء الأمريكية توافق على دواء يوبروجيبانت، وهو دواء عجيب يوقف الألم قبل الوصول إلى مرحلته الشديدة. بدون تعقيدات وببساطة، هذا الدواء يقفل المستقبلات التي تطلق الصداع عند أغلب الأشخاص المصابين به. أما الجزء الثاني من البشرى السارة فهو بخاخ أنف جديد وصل إلى منطقتنا، ويمكن أن ينهي نوبة الصداع النصفي في 15 دقيقة فقط. البخاخ طرحته شركة فايزر في الإمارات كمرحلة أولى مباشرة بعد الولايات المتحدة. يوفر العلاج الجديد راحة سريعة خلال 15 دقيقة، ويمكنه تخفيف معظم الأعراض المزعجة خلال ساعتين